ذكريات المعلم ذكريات حافلة جداً ولا تنسى لأنها مليئة بالعواطف أيضاً، لأن الأحداث اللي تدخل فيها العواطف تحفر في الذاكرة. يعني لو قلتي لي تعال أسرد لي رحلتك كاملة بسردك إياها بتفاصيلها كاملة، سواء من تعاملي مع الطلاب الرائعين واللي كانوا واللي طلعت إبداعهم من مكان إلى مكان آخر، أولياء الأمور اللي يشكرون إن ابنهم يعني حب الرياضيات بعد ما كان ينفر منها. هذه الجملة ترى جملة تحفر في المعلم أثر كبير جدا لا ينساه. بدأت حياتي المهنية بعد ما تخرجت من كلية الهندسة من جامعة قطر، وكان الصراحة اختيار الحمد لله يعني موفق وجميل، وبدأت العمل في قطاع الطاقة. بعد السنة الثالثة تقريبا من عملي بدأ السؤال الملح اللي دائما يعني يسأل أو يسأله نفسه أي شخص بدأ يشتغل في وظيفة وبدأ يتعود على الروتين، اللي هو وين حاب أكون أنا، أو إيش الشيء اللي نقاط القوة اللي عندي اللي ممكن أشتغل فيها. كان الجواب عندي واضح، اللي هو جواب التعليم، إن أنا أحب أني أنقل المعرفة بشكل مسلي وبشكل جميل للآخرين. ظهرت منظمة اسمها منظمة علم لأجل قطر، واتصل لي بصديقي وقال لي هل أنت حاب تنضم أو تكون معلم؟ قلت بالعكس أدور فرصة لهذا الشيء. اتخذت قرار أن هذه المنظمة هي الفرصة اللي أنا أدور عنها، وهي النافذة اللي تفتح لي أبواب التعليم. من التحديات الكبيرة اللي كانت تواجهها أو يعني قد يجدها المعلمين عموما في المجال التعليمي، خصوصا لمادة الرياضيات اللي هي دافع أو اللي هي تحدي ضعف الدافعية وضعف الشغف وحب الطلاب لمادة الرياضيات، وهذه مشكلة يعني تم دراستها حتى أكاديميا بشكل موسع، مو على نطاق المنطقة عندنا، على نطاق عالمي. النفور هذا وعدم الدافعية كان هو خلينا نقول هدفي في التغيير. بدأت بإنشاء أول فيديو من سلسلة فيديوهات كانت بعدها شرارة العمل هذا اللي قمت فيه لاحقا. كان الفيديو هذا عبارة عن مشهد في السوق مع عامل أو بائع في محل طلاب يعني بطبيعتهم يرتادونه، اللي هو محل المستلزمات الرجالية. فكان المشهد داخل المحل هذا وعملية حسابية جميلة، استرعى المشهد اهتمام الطلاب بشكل يعني جدا كبير، وانتقل من الصف إلى الصفوف الثانية. حتى المدرسين الآخرين لما شافوا العمل هذا استخدموه وأشادوا فيه، وقالوا أن الطلاب يعني جدا تحمسوا للموضوع وشدهم الموضوع هذا. فقررت أني أستمر ببناء سلسلة من الحلقات تربط الرياضيات بالواقع. فالمنظمة كان عندها اللي هو مجال لدعم مشاريع الموظفين المتعلقة بالتعليم، فطرحت عليهم فكرة أن ننتج نشيدة باسم المنظمة، ورحبت المنظمة بهذا الشيء. دارت المنظمة كانت سعيدة بهذا الدعم، وأنتجنا هذه النشيدة بشكل احترافي هذه المرة. الدرس درس الضرب للكسور، وشرح ذا للطالب الصبور، وكسرنا بسيط اعتيادي، سهل عليك طالب الإعداد. وكان هذا العمل هو الشرارة، أيضا شرارة أخرى لانطلاق هذه النوع من الأعمال داخل المجتمع القطري وانتشارها أيضا حتى في المجتمع الخليجي. فانتشرت النشيدة هذه انتشار كبير جدا الحمد لله في المدارس، ولقت يعني ترحيب كبير جدا من المجتمع التعليمي. بعد هذا طرحت فكرة في تويتر إن عندي نشيدة خامسة، إذا أحد حاب يدعمها أو يكون شريك فيها. فكلمني أحد الشباب القطريين أيضا الحمد لله، قال لي أن أنا تم استعداد أن أتكفل بهذه الإنتاج. قال لي أنا بالعكس يعني أنا أبنائي يعني يشوفون القناة وحاب أنها تستمر. وهذا دائما اللي يقوله للناس، أن إلى أن تجد شخص يؤمن أو يعني أو جهة تؤمن بفكرتك لازم تبدأ تستمر في المحاولة والتطوير. بعد 5 سنوات مثرية ورائعة جدا مليئة بالأحداث الشيقة والجميلة والذكريات السعيدة في علم أجل قطر، أيضا أتاني عرض وظيفي في مؤسسة مرموقة جدا تعليمية في قطر، وهي مؤسسة قطر للتعليم وتنمية المجتمع. كان العرض أني أكون مصمم تعليم محترف في معهد التطوير التربوي. بالنسبة للمنتسبين الجدد
أو الجنود الجدد أو المثابرين الجدد، فأنا أقول لهم أن خياركم كان خيار صحيح 100% لو كان هذا شغفكم. المدرسة حقل رائع جدا للغرس، حقل رائع جدا للفرص اللي يجدها التربوي في زراعة القيم وفتح الفرص أمام الطلاب. أنت أمام طلاب يبحثون عمن يعطيهم الفرصة، ويبحثون عمن يقول لهم ترى أنا موجود وأشوفكم ورووني إيش عندكم. بدايتك هنا هو المكان الصحيح، والباقي يعتمد عليك.